يا جماعة، آخر تطورات الوضع دلوقتي في أوكرانيا إن الجيش الروسي دخل كييف، يعتبر دخلوا مطارات كييف وحطوا إيديهم على كييف، وإحنا عندنا دلوقتي حظر تجوال. الجيش الأوكراني مش قادر يسيطر على الوضع، والجيش الروسي دخل. ادعوا لنا ربنا يسترها علينا يا رب. الوضع صعب وممكن يقطعوا عننا النت والاتصالات في أي لحظة، فأنا يعني بطمن برضو أهلي وصحابي وكل اللي يهمهم أمري، أو اللي يعرف أي حد في أوكرانيا يبقى عارف إن في أي وقت ممكن يتقطع الاتصال، لأن هيقطعوا النت والكهرباء. احنا مش عارفين هنعمل ايه، ولا الوضع هيكون معانا عامل ازاي. اوروبا فتحت الحدود بس احنا مش عارفين ممكن نروح ازاي، بس ربنا يستر يا رب، ربنا يسترها علينا. ادعوا لنا يا جماعة، محتاجين دعواتكم، اقسم بالله محتاجين دعواتكم فعلا، ربنا يسترها علينا يا رب. يا جماعة دلوقتي الناس بتسألني هو الضرب بيحصل على مدنيين؟ لا يا جماعة، احنا الضرب ما بيحصلش على مدنيين، بس الضرب بيحصل على المنشآت العسكرية. فالمنشآت العسكرية دلوقتي في مشكلة كبيرة جدا، ان احنا عندنا المنشآت العسكرية وسط البيوت. يعني انا بيت اهل مراتي كان جنبه في مخزن سلاح، مخزن السلاح انضرب، كل البيوت اللي حواليه وكرة بحوالي 20 كيلو متر اتسوت بالارض. الدنيا عندنا هنا خربانة. انا راجل ما بيني وما بين المطار اللي انضرب 7 كيلو، النار كانت ظاهرة، شايفها وانا واقف في البلكونة، انا ما خرجتش من بيتنا. فيا جماعة الموضوع صعب، وفي مدنيين اتصابت وفي ناس مدنيين ماتت اوريدي، لان انت لما تضرب النهاردة منشأة عسكرية فيها بيحصل فيها انفجار، الانفجار ده ما الناس المدنيين اللي في الشارع بتموت، هو ده اللي بيحصل عندنا دلوقتي في اوكرانيا يا جماعة. فادعوا لنا، والناس اللي بتقول انا فرحانة في اللي بيحصل في اوكرانيا عشان اللي حصل في سوريا والعراق، مش عايز اقول لكم غير حاجة واحدة بس، اللي بيشمط في المصايب حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. يا جماعة دلوقتي الوضع، الجيش دخل وابتدى يضرب عشوائي، ابتدى يضرب عشوائي. للأسف الشديد في إصابات للمدنيين هنا في كييف في العاصمة وفي جميع المدن الأوكرانية. أنا بحاول أتابعكم بالأوضاع أول بأول باللي بيحصل علشان تكونوا معانا، وعلشان الناس تكون عارفة الوضع الحالي اللي بيحصل عندنا دلوقتي. اللي بيحصل عندنا مش أقل من اللي كان بيحصل في سوريا أو اللي كان بيحصل في أي بلد فيها حرب. إحنا للأسف الشديد البلد بتتضرب على نطاق واسع جدا، والبلد عندنا هنا الوضع مبهدل. وانا بحاول اتابعكم لحظة بلحظة على قد ما بقدر، علشان لو اتقطعت اخبارنا فيبقى كده هم يقطعوا النت، احنا جرالنا حاجة. فدعواتكم لينا، عشان اقسم بالله احنا محتاجين دعواتكم، احنا في وضع ما يعلم به الا ربنا سبحانه وتعالى. دعواتكم لينا يا جماعة.